وانا بعتقد استهداف القاطرجي ما تم لاني علاقته هو من حيثان المال القريبين من بشار اسد، ولا لاني مصنف على لوائح العقوبات الامريكيه من 2018، ولا لاني عراب الصفقات القمح والنفط والكبتاجون بين داعش والاسد وبين قسد والاسد. قتلوه لاني في مخطط اسرائيلي كثير كبير وحزب الله منتبه عليه، وهو مهاجمه جنوب لبنان اعتبارا من جبهه الجولان. جبهه الجولان ما فيها تحصينات كثير لحزب الله. انتبه لها اخيرا. القاطرجي عنده مجموعه او فصيل انبثقت من مجموعه القاطرجي اللي هي بتحمي عربات النفط وتجاره النفط، واللي ساهمت في الدخول لحلب، اسمها المقاومه السوريه لتحرير الجولان.